السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عباس من devsgame.net، واليوم عندنا خبر جدا مهم حق معشوقة العرب، لعبة ماينكرافت. اللعبة اليوم قبل ساعة تحدثت بشكل كبير، نزلوا الباتش. اليوم يطلع الباتش رقم 1.3.1. هاي الابديت راح يكون جدا 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 مهم حق كل محبي ماينكرافت، لانها راح تغير مجرى اللعبه بشكل غير طبيعي. طبعا الاشياء اللي انضافت للعبه راح اقرا، بس الاشياء اللي جدا 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 مهمه. طبعا الحاجه الاولى حاب اتكلم عنها ان اللعبة صار فيها مود جديد اسمه يونيفايد مود، اللي تقدر تخلط فيه ما بين المالتي بلاير والسنجل بلاير في مود واحد. الشغلة الثانية ان الكريبرز عدلوا الدمج مالهم، الدمج اللي يسويه الكريبر، الضرر اللي يسويه الحين تقدر تعدله بتعديل الصعوبة. يعني اذا الصعوبة ميديوم راح يفجر شوي، اذا الصعوبة مثلا هارد راح يكون التفجير ازيد. هاي يتعلق بالكريبرز. اضافوا حجر جديد وهو حجر الامرالد، الامرالد اللي هو الزمرد بالعربي. اضافوا شيء اسمه ذا اندر تشيست، اضافوا شيء اسمه تشيست او بونس تشيست. هاي خيار تقدر اللاعب يقدر يختار علشان تكون عندك خلينا نقول بدايه اسرع في العالم. اضافوا تريب وايرز، يعني من هالاشياء. في لانجويج تولز او لانجويج فايلز، ابديتد لانجويج فايلز اللي هو عدلوا في اللغه. طبعا من اجمل الاشياء الثانيه اللي بعد شفتها مهمه، وهي حاجه جدا 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 مهمه، واللي هو التريدنج، التجاره. الحين انت تقدر كلاعب في ماينكرافت تروح وتتاجر ويا الاوادم اللي تشوفهم في العالم مالك، يعني الفيليجز او خلينا نقول القرى اللي تشوفها وتشوف الاوادم اللي فيها قبل لكن نروح نذبحهم. الحين انت تقدر تروح وتسويهم تجاره، تقدر تبيع وتقدر تشتري. طبعا هاي الاشياء المتعلقه في الابديت. ان شاء الله عجبكم الفيديو، واللي عنده ماينكرافت يروح الحين يحدث اللعبه وكتبوا لنا وش رايكم في التحديث الجديد، واذا واحد حدثها قبل لا احط الفيديو يروح ويقول لي. طبعا التحديث صار له ساعتين من اول ما فتحوه، ما بطول عليكم، روح حدث اللعبه، روح استانسوا. كان معكم عباس، تقبل الله اعمالكم، مع السلامه.